السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال، ودائما مع مجالنا الجديد، مجال الرحلات والأسفار، الوحدة السادسة، الأسبوع الثالث. إذن أبنائي، سنبدأ حصتنا بمكون الحكاية الثانية بعنوان جدتي والدراجة. إذن أبنائي، قبل أن نبدأ يجب علينا أن نحقق الأهداف التالية. تحديد التوقعات انطلاقا من الصور والعنوان. تعرف مضمون الحكاية سمعيا. التعبير عن الفهم الأولي للحكاية المسموعة. أحبائي، خذوا معي الكتاب الصفحة 206. ألاحظ وأتوقع. نلاحظ جميعا الصور ونحاول توقع أحداث الحكاية. إذن لاحظوا معي الصورة الأولى. إذن تأملوا هذه المشاهد وعبروا عما ترونه في كل مشهد. نبدأ بالمشهد الأول. ماذا تلاحظون؟ على ما يبدو أن أفراد هذه الأسرة قد حلوا ضيوفا عند هذه المرأة التي كانت تقف أمام باب المنزل تستقبلهم. من هذه المرأة؟ وما العلاقة التي تربطها بأفراد هذه الأسرة؟ لاحظوا معي هذا الطفل وهذه الفتاة. ماذا يبدو على كل واحد منهما؟ نعم، إذن يبدو على كل واحد منهما الفرح الشديد. إذن من تكون هذه المرأة؟ إذن يمكن أن تكون جدتهم. يمكن أن تكون جدتهما. لاحظوا في المشهد الثاني. ماذا تلاحظون؟ إن هذا الإبن وجدته في نزهة على الدراجة. لاحظوا كيف تبدو هذه الجدة. إنها سعيدة برفقة حفيدها. لاحظوا هذا المشهد. كيف يبدو كل واحد منهما؟ إنهما خائفان. ماذا وقع؟ نعم، قد اصطدمت هذه الدراجة. بماذا؟ قد اصطدمت هذه الدراجة بصخرة. قد اصطدمت هذه الدراجة بهذه الصخرة. ماذا يمكن أن يقع لهما؟ إذا لاحظوا، سقطا أرضا، لكنهما نهضا يضحكان رغم سقوطهما. إذن فعنوان حكايتنا هو جدتي والدراجة. إذن انطلاقا من عنوان الحكاية وهذه المشاهد، كل واحد منكم يذكر توقعاته مما قد تتحدث عنه هذه الحكاية. وبعد الاستماع لها، إذن هيا معي لنكتشف مضمون الحكاية. لنستمع للحكاية جدتي والدراجة. جاءت عطلة الربيع وقررت أسرتي قضاء الإجازة في منزل جدتي عائشة بقرية بجبال الأطلس المتوسط. جمعنا كل ما يلزمنا ولم أنس دراجتي الزرقاء التي نحبها أنا وجدتي عائشة. كانت السماء زرقاء صافية والعصافير تزقزق فوق الأغصان. وصلت بنا السيارة إلى القرية. كانت جدتي عائشة تقف أمام باب المنزل في استقبالنا. نزلت والدتي تحمل أختي الصغيرة ونزل والدي. أما أنا فقد انطلقت نحو الحظيرة حيث الطيور والدجاج والقطط والأرانب والخرف الصغيرة. صباح اليوم الثاني قررنا أنا وجدتي أن نذهب
في نزهة على الدراجة باتجاه منبع نهر أم الربيع القريب من المنزل. أعدت جدتي بعض الفواكه، ولما خرجت قطبت حاجبيها وسألت: ما هذه الخودة التي تضعها فوق رأسك يا أحمد؟ أجبت: هذه الخودة لحماية الرأس يا جدتي. قالت: إنها فكرة رائعة. ثم دخلت إلى المنزل وعادت مبتسمة. نظرت إليها متسائلا: ما هذه التي تضعينها فوق رأسك يا جدتي؟ ردت قائلة: لقد أعجبتني خودتك، أظن أن هذه القبعة قد تحمي رأسي أيضا. عندما وصلنا إلى منعطف حاولت الالتفاف، فانحرفت دراجتي عن الطريق وارتطمت بصخرة كبيرة. طرت في الهواء ولمحت جدتي تطير في الهواء أيضا. وقفت وسألتني: هل أنت بخير يا أحمد؟ قلت: نعم يا جدتي، وأنت؟ أجابت: أنا بخير والحمد لله. عانقتني جدتي وقلت لها: عندما تأتين لزيارتنا في المدينة يا جدتي سنذهب إلى السوق لشراء خودة لك. أجابت جدتي: ولكني أريدك أن تترك لي دراجتك الزرقاء هنا، لأن الخودة وحدها لا تكفي. ضحكنا أنا وجدتي وتابعنا النزهة باتجاه منبع نهر أم الربيع. إذن أحبائي، من خلال توقعاتكم تبلؤون هذا المخطط الشمسي. جدتي والدراجة، أسرة سافرت إلى البادية، عطلة فصل الربيع، الجدة تريد تعلم ركوب الدراجة، طلب الطفل من جدته ركوب الدراجة. انحرفت الدراجة عن مسارها لأن الطفل لا يحسن قيادتها. انحرفت الدراجة لأن الجدة لم تستطع المحافظة على التوازن فوق الدراجة. إذن أبنائي تتممون توقعاتكم. إذن أحبائي، عندما حلت عطلة الربيع ماذا قررت أسرة الراوي؟ وماذا جمعوا؟ ومن الذي لم ينساه؟ وعندما وصلوا إلى القرية في الصباح اليوم الثاني ماذا قررا هو وجدته؟ وماذا وقع لهما؟ إذن أبنائي تجيبون عن هذه الأسئلة. انتهت حصتنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء إلى حصة مقبلة إن شاء الله، وشكرا على حسن تتبعكم.